السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف أول الثانوي العلمي، النهاردة عندنا في مادة تقنية المعلومات الفصل الثامن العلاقات، وهو أول درس وأول فصل في الصف الأول الثانوي في مادة تقنية المعلومات. النهاردة هنتكلم عن العلاقات. طبعا خدنا العلاقات في السمستر الأول، وخدنا شكل الرسمة اللي في صفحة 26 اللي هي بتبين شكل العلاقات وأنواع العلاقات، اللي هي واحد إلى واحد، واحد إلى مجموعة، مجموعة إلى مجموعة. النهاردة في تعريف احنا استخلصناه من الكتاب، لأن الكتاب ما جابش تعريف واضح للعلاقات، ولكن احنا اجتهدنا ووصلنا لهذا التعريف. تعريف العلاقات عبارة عن مجموعة من القيم داخل الجدول في كل صف. في الجدول يمثل مجموعة قيم البيانات ذات الصلة. مجموعة البيانات الموجودة في الجداول والموجودة في الحقول مرتبطة مع بعضها البعض ولها صلة ببعضها البعض، تمثل علاقات، تمثل نوع من أنواع العلاقات الثلاثة اللي احنا هنتكلم عنهم. يبقى هو عبارة عن مجموعة من القيم داخل الجدول، بمعنى أن كل صف في الجدول يمثل مجموعة قيم هذه القيم البيانات ذات الصلة ببعضها البعض. طيب مجموعة الصلة بتاعت البيانات، اتكلمنا قلنا ان احنا ان البيانات دي مثلا وليكن بيانات طالب، والطالب عملناه مفتاح اساسي عشان نوصله بمجموعة البيانات الخاصة به عشان نعمل علاقة. الطالب قلنا انه هو بيمثل كيان، والكيان موجود في العالم الحقيقي، والطالب هذا بما انه موجود في العالم الحقيقي يقوم بعلاقة مع طرف اخر مثلا بالنسبة للمدرسة او بالنسبة لمجموعة المدرسين او مجموعة المواد التي يدرسها، وهنشوف شكل العلاقة اسمها ايه في هذه الحالة. طيب استخدام العلاقات، تستخدم العلاقات في حالتين فقط، لضمان الحصول على نتائج دقيقة وكاملة ولعدم تكرار البيانات. يبقى تستخدم العلاقات في حالتين، الحالة الأولى للحصول على نتائج دقيقة وكاملة ولتجنب تخزين بيانات زائدة. يبقى لتجنب تخزين بيانات ايه؟ بيانات زائدة. طيب كيفية حدوث العلاقة؟ العلاقة بتحصل ازاي في برنامج الاكسس او في الاوفيس؟ بيتم حدوث هذه العلاقة من خلال ربط مجموعة البيانات الموجودة في وليكن مثلا طرف وطرف او طرف رئيسي. بيتم اخذ الجزء الاعلى من الجدول وليكن مثلا الطالب وربطه بمجموعة البيانات، بتبقى طرف برئيسي او رئيسي بتفصيلي، اللي هو الرئيسي اللي هو الطالب، والتفصيلي اللي هو مين؟ اللي هو مجموعة البيانات او مجموعة المواد التي يدرسها الطالب. طيب انواع العلاقات، انواع العلاقات، انواع العلاقات ثلاث انواع. النوع الاول واحد، علاقة واحد الى واحد. النوع الثاني هذا هو النوع الثاني، علاقة واحد إلى ميم، اللي هي واحد إلى مجموعة. طيب ثلاثة، علاقة واحد أو علاقة آسف علاقة ميم إلى ميم، اللي هي مجموعة إلى مجموعة. طيب إزاي بيتم حدوث هذه العلاقات؟ الرسمة اللي في صفحة 26 اللي اتكلمنا عنها في السمستر الأول كانت بتمثل شكل أنواع العلاقات الثلاثة. كان عندنا علاقة واحد إلى واحد، الواحد كان هو الموظف ويعمل علاقة أو العلاقة بتاعته بالمدير اللي هو مدير واحد، تمام، او علاقة المدير بالقسم، المدير واحد والقسم واحد، وكانت علاقة يعمل لدى او يعمل على. العلاقة بعدين واحد الى ميم، واحد الى ميم دي علاقة قد زي ما شفناها في صفحة 26، مجموعة موظفين يعملون لدى قسم، القسم واحد والموظفين مجموعة. علاقة ميم الى ميم، مجموعة الى مجموعة، قلنا ان مجموعة المجموعة دي موظفين اللي هي يعمل على، مجموعة موظفين يعمل على مجموعة منتجات. طيب في العلاقة ميم إلى ميم بيقولك يصعب في الأكسس إنشاء علاقة ميم إلى ميم أو مجموعة إلى مجموعة، فيقوم بإنشاء جدول ثالث.
كما يمكن القيام بعلاقة واحد إلى مجموعة، أي واحد ممكن لموظف واحد أن يعمل على مجموعة منتجات، ويمكن لمجموعة موظفين أن يعملوا على منتج واحد. تمام؟ يبقى النهاردة خدنا تعريف العلاقات، استخدام العلاقات، كيفية حدوث العلاقات، وأنواع العلاقات الثلاثة بالتفصيل. طيب عندنا بعد كده إزاي بننشأ علاقة في الجدول، إزاي بننشأ علاقة في الجدول. الأول السؤال بيكون سين، أذكر خطوات إنشاء علاقة في الجدول. أول خطوة عندنا من تبويب اسمه تبويب أدوات قاعدة البيانات في مجموعة إظهار وإخفاء، بنختار علاقات. يبقى من تبويب أدوات قاعدة البيانات مجموعة إظهار وإخفاء بنختار العلاقات أو نختار كل العلاقات، وبعدين بنقوم بتحديد الجداول المراد إنشاء العلاقة بينها. يبقى الخطوة رقم واحد من تبويب أدوات قاعدة البيانات، بنختار في مجموعة إظهار وإخفاء مجموعة علاقات، بنختار منها، بنحدد الجداول المراد تخزينها في قاعدة البيانات أو إنشاء علاقات بينها. طيب قم بتحديد جدول أو أكثر، ثم أنقر على إضافة، وبعد الانتهاء من إضافة اضغط على إغلاق. يبقى إحنا من أدوات قاعدة البيانات في مجموعة علاقات حددنا الجداول، وبعدين اخترنا إغلاق، وبعدين بيقول لك اسحب بعد الانتهاء من إضافة الجداول، اسحب حقلا من الجداول أخرى إلى الحقول المشتركة في الجداول. طب افرض إحنا مثلا عايزين نحدد مجموعة الجداول، عشان نحدد مجموعة جداول بسيطة بنضغط على مفتاح كنترول الموجود في لوحة المفاتيح، وبيتم الضغط بالماوس أو بالفأرة على كل حقل نريد تحديده في الجدول الآخر. طيب بعدين بنتأكد إنه أسماء الحقول الموجودة في العلاقة هي الأسماء المطلوبة، وبنضغط على إنشاء. يبقى إحنا كده عملنا إنشاء علاقة في جدول في 5 خطوات: من تبويب أدوات قاعدة البيانات، اخترنا الجداول، حددناهم، وسحبنا الحق في المجموعة الرئيسية، وبعدين عملنا إغلاق، وبعدين حددنا مجموعة جداول سحبناهم من خلال مفتاح كنترول، وتأكدنا من أسماء الحقول التي دخلت في هذه العلاقة، وبعدين عملنا إنشاء. تمام؟ بعدين عندنا سؤال آخر، خطوات، أذكر خطوات حذف علاقة. طيب إحنا عشان نحذف علاقة من العلاقات اللي اتعملت لابد من تحديد خط العلاقة. إحنا عشان نحدد خط العلاقة اللي اتنشأ، عشان نشوف نوع العلاقة إذا كانت هي مثلا واحد إلى واحد أو مجموعة إلى مجموعة أو واحد إلى مجموعة، فإحنا بنظهر جميع العلاقات كلها، وبنقوم بحذف هذه العلاقة من خلال مفتاح ديليت الموجود في لوحة المفاتيح. طيب احنا عايزين مثلا نستخدم الخطوات، وعايزين نكتب الخطوات بالشكل المباشر. طيب من تبويب ادوات قاعة البيانات مجموعة اظهار واخفاء، اختر علاقات، او من تبويب تصميم، اختر مجموعة علاقات بتظهر لك كل العلاقات وكل الجداول التي تربط بينها علاقات مع عرض خطوط العلاقة، يعني بتظهر شكل العلاقات وبتظهر خطوط العلاقة. طيب احنا بنعمل ايه؟ بيقول لك اضغط على الخط العلاقة ليبدو سميكا. يعني عندنا مثلا جدولين، تمام؟ ده مثلا قسم، وده مثلا موظف. عندنا مثلا هنا العلاقة واحد إلى مجموعة، واحد اللي هو القسم، والمجموعة هنا إيه؟ اللي هو مجموعة الموظفين. فبيقول لك اضغط على خط العلاقة ليبدو سميكا، اضغط على خط العلاقة ليبدو سميكا، شكله هيبقى متظلل كده وشكله اسود اكثر من اللي حواليه. تمام؟ فبنضغط على مفتاح ديليت من لوحة المفاتيح. يبقى بعد ما حددنا خط العلاقة بنضغط على مفتاح ديليت من لوحة المفاتيح، وبعدين بنختار بتظهر لنا رسالة تأكيد، بنختار نعم. بنختار ايه؟ بنختار نعم. يبقى احنا أنشأنا علاقة وحذفنا هذه العلاقة. طب افرض احنا مثلا عايزين نغير هذه العلاقة، بدل ما هي علاقة واحد إلى واحد عايزين نخليها علاقة، بدل ما هي علاقة واحد إلى ميم عايزين نخليها واحد إلى واحد، وليكن مثلا الموظف ده بقى مدير مثلا، فأصبحت علاقة واحد إلى واحد، المدير واحد والقسم واحد. تمام؟ واحد إلى واحد. طيب نفس الخطوات بتاعت الحذف هي نفس خطوات التغيير، لكن احنا هنا في هذه الحالة مش هنضغط على مفتاح ديليت. من الأول من
تبويب ادوات قاعده البيانات في مجموعه اظهار واخفاء، بنخش على تبويب في مجموعه علاقات، بتخش على تبويب اسمه تبويب تصميم، بتظهر لنا كل العلاقات وكل الخطوط التي بين الجداول. بنضغط برضو على خط العلاقة ليبدو سميكا، بيقول لك قم بإجراء التغيير المناسب أو التغيير المراد. إن إحنا بنمسك الخط السميك اللي ظهر بنغيره، مثلا بدل ما كان واحد إلى ميم هنخليه واحد إلى واحد أو العكس، أو ممكن نخليها مثلا مجموعة إلى مجموعة. يبقى إحنا خدنا تعريف العلاقات، استخدمنا استخدام العلاقات، كيفية حدوث هذه العلاقة، إزاي بتحصل العلاقة بين الجداول، وأنواع العلاقات الثلاثة، وخدنا خطوات إنشاء العلاقة وخطوات حذف العلاقة في الجدول، وآخر حاجة خطوات تغيير العلاقة في الجدول. هناخد الواجب بتاعنا، الواجب سين أذكر خطوات إنشاء علاقة جدول. أذكر خطوات إنشاء علاقة الجدول. طبعا خطوات إنشاء علاقة الجدول هتبقى في صفحة 96. يبقى احنا كده وصلنا لنهاية الفصل الثامن في بداية السمستر الثاني من الصف من منهج تقنية المعلومات للصف الأول الثانوي. في النهاية إن شاء الله نتمنى أن تكون استفدتم بهذه الحصة، وشكرا لكم جميعا أبناء طلبة وطالبات.